دلوقتي هنتابع مع حضراتكم ملخص اللي حصل في امبارح في الحلقات رقم 20 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها بكل تأكيد أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها من خلال هذا التقرير. الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان كان فيها أحداث كتيرة امبارح. البداية من مسلسل الاختيار اللي جت حلقته العشرين باسم قبائل سيناء، وشهدت بحث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي معالجة مشاكل الدولة من جذورها، ودخل اللقاء مع أحد لواءات الجيش اللي بيخبره بأنه على اتصال دايم بأحمد عبد العاطي مدير مكتب محمد مرسي لتسليم وتقديرات الموقف بشكل شخصي. بيؤكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن مرسي لابد أن يكون على دراية بكل التفاصيل والمحددات اللي بتشكل الموقف العام في الدولة، وأن الوضع محرج جداً مش بس في مصر ولكن في الإقليم كله. الموضوع خطير، وإحنا علاقتنا بكل الدول الشقيقة لابد أنها تكون متوازنة، ومصر ما بتتدخلش في أي شؤون داخلية لأي بلد، ولا يمكن أبداً أنها تتورط في أي صراعات عرقية أو طائفية أو أي محاولات لتغيير أنظمة أو تصدير ثورة. وبيكمل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبيقول إحنا واجبنا أننا نقدم لرئيس الجمهورية تقديرات الموقف زي ما اتفقنا معاه، ونخليه دايماً على علم بكل الأمور. لازم يبقى فاهم أن التحديات اللي بتواجه مصر دي محصلة سنين طويلة بتزيد عن 50 سنة، والمشاكل كانت بتتعالج بشكل مؤقت. إحنا لو عايزين نحل لازم المشاكل تتعالج من جذورها، والأمر ده بيتطلب حشد لكل قوى الدولة والمجتمع. سيادة الرئيس لازم يبقى فاهم إن التحديات اللي بتواجه مصر دي محصلة سنين طويلة، يمكن تزيد عن 50 سنة، والمشاكل دي كانت بتتعالج بشكل مؤقت. إحنا لو عايزين نحل يا فندم، لازم المشاكل تتعالج من جذورها. صحيح، والأمر ده بيتطلب حشد لكل قوى الدولة والمجتمع. معاك حق يا فندم، وده اللي أنا دايماً بحاول أنقله وأبلغه. في الحلقة 20 من مسلسل العائدون بيتلقى الضابط عمر تعليمات من الضابط نبيل بالتحرك، لأن وصلته معلومة أن قناص داعش صقر جه للبلد الموجود بيها عمر ونادين لتنفيذ مهمة تخريبية للتغطية على دخول عناصر داعش قبل انتقالهم لمصر وأماكن أخرى. وبدأ عمر بالفعل التحرك، وقابل الضابط المصري هناك هشام وطلب منه مراقبة المخابئ التابعة لجماعة إيزاك، لأنه الشخص الوحيد اللي ممكن أن يلجأ ليه كمال أقطاي لهذه المهمة. وأيضاً راح عمر لمقابلة ضابط الاتصال بالجهاز التابع لهذه البلد، وفوجئ بأن الضابط رفض التعاون وقال مش هنتدخل في حربكم، وإيزاك دبلوماسي محترم لدولة علاقتنا بيها جيدة جداً. وأنهى ضابط الاتصال المقابلة وقال له على فكرة مفيش قناص بيصيب من مسافة 1500 متر، فرد عليه عمر وقال له عندنا بيصيب من 3000 متر. على فكرة ما في قناص بيصيب عن 1500 متر. لا، في عندنا بيصيب على 3000 لو عايز. شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي إصابة بنت فاتن أو نيلي كريم بحالة مرضية، وده اللي اضطر فاتن أن هي تتصل بشفيع أو محمد التاجي لمساعدتها. دخلت بنت فاتن المستشفى، وبعد الكشف والأشعة المقطعية تبين أنها بتعاني من تشنجات بسبب وجود كيس على المخ، ولازم يعملوا رنين مغناطيسي بالصمغ في اليوم التالي للتأكد إذا ما كان الكيس ورم بالمخ ولا لا. وبعد سماع فاتن الحديث ده فقدت الوعي ودخلوها غرفة تانية بنفس المستشفى. الأشعة المقطعية بينت إن في كيس على المخ، لازم الصبح تعمل رنين مغناطيسي بالصبغة عشان نعرف نوع الكيس ده إيه بالظبط. يعني إيه دكتور؟ يعني لا قدر الله ده ورم ولا أي حاجة تانية. الحلقة 20 من مسلسل في بيتنا رابط شهدت العديد من الأحداث. دخل يوسف أو هشام جمال ولذيذ للبيت بعد صلاة الجمعة، ووجدوا الطفل زياد موجود في المنزل مع سارة، وأخبرته سارة إن أختها اضطرت إن هي تسيبه معاها عشان عندها موعد مهم. خرج زياد يلعب في الحديقة وبرفقته زومبا، وفي نفس اللحظة دخل سامح منافس يوسف وقام بخطف زياد من حديقة المنزل. بص أنا معايا إيه؟ في منها عربية مليانة برة. تعال يلا نروح ناخدها. بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير قوي بذهاب الكبير أو أحمد مكي مع هاجرس للمقهى للتحدث على قناة هاجرس عن المساواة اللي أعطاها لسيدات المزاريطة وحقوقهم.
وبعد كده الكبير بيروح الدوار وبتطلب منه زوجته مربوحة أو رحمة أحمد إن هي تخرج من محبسها وإن هي هتسمع كل كلامه، لكن بنكتشف إن ده مخطط من تدبير والدة الكبير سامانتا أو ليلى عز العرب. بعد كده بيكتشف الكبير إن مربوحة خدت كل ملابسه علشان تنظفها ومفيش غير جلباب واحد لونه بينك، وبينزل الكبير علشان يلاقي كل رجال المزاريطة لابسين نفس الجلباب، وبيتم إبلاغه إن جميع سيدات المزاريطة عايزين المساواة وعايزين يدخلوا مركز الشباب. إحنا عمرنا ما شفنا إن الراجل أحسن من الست. ده مش صحيح. الستات بالنسبة لنا هم الحنان. هي الحاجة الحلوة اللي بتحل مرار الأيام والدنيا بتصبرنا على الشقة. أقولكوا على التقيلة، المساواة بين الراجل والمرأة كذبة. أيوة كذبة. إحنا ما ينفعش نتساووا، إحنا مختلفين، والاختلاف ده مش معناته إن حد أحسن من حد، لا، بس بنكملوا بعض. الراجل ربنا أعطاه قوة، لو صب دراعه في الحيط يفوت الناحية الثانية، وهو هو نفس الدراع لو تلافى عيل صغير دقيقتين يخدن منيه. إحنا بنكملوا بعضينا. الراجل من غير ست ما يسواش. كيف ما بيقول المثل عندينا، التعبان عمره ما يقرص وليفته.